تتبع وزارة شؤون الأشغال خطة متكاملة لطرق تمتد إلى العام 2021 وتشمل جميع أعمال التطوير لشبكات الطرق في المملكة، حيث شرع قطاع الطرق في عدد من المبادرات الاستراتيجية لدعم هذه الخطة. ومن أهم أهداف استراتيجية الطرق إحداث نقلة نوعية ملفتة في أداء ومستوى شبكة الطرق وفتح المجال أمام أعمال تطوير مستقبلية والتخفيف من كثافة الازدحام المروري وزيادة مستوى السلامة لجميع منتسبي الطرق وتسهيل الوصول إلى مختلف مناطق المملكة وخلق فرص استثمارية أكثر. هذا وقد انتهت وزارة الأشغال من تنفيذ 8 مشاريع رئيسة في قطاع الطرق في كافة محافظات المملكة، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات وزيادة انسيابية الحركة على شبكة الطرق الرئيسة في المملكة.